أبو نزبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى أمة محمد أجمعين بالجنة والبركة. نحن في جنوب العاصمة دمشق نبارك لإخواننا ونخبركم أن رمضان قد دخل علينا. طبعا الأسواق كما ترون ما زالت تعاني شح كثير في المواد بظل هذا الحصار الشديد المفروض على هذه المنطقة، لكن نعد الجميع بإن شاء الله بالصبر والثبات بإذن الله تعالى. Let's